مونة في العقارات. اول موضوع منهم ان احنا هنتكلم عن الناس اللي بعتت لنا مسجات على الصفحة وهنبتدي ان احنا نعرضها معاهم. الموضوع الثاني ان احنا هنتكلم عن شوية شباب او مجموعة من الشباب عملوا فكرة وقدموها وهنطرحها النهاردة معاكم ان شاء الله على الشاشة. الموضوع الثالث هو قانون الايجار القديم. موضوع كبير جدا ومن عشرات السنين وملاك العقارات قانون الايجار القديم وهم عندهم مشكلة بالنسبة للمؤجر وبالنسبة للمستأجر. المشكلة ان في ناس عايشة في وسط حياة، عايشة في مشروع او في وحدة بتساوي ملايين وعايشين فيها بملايين. علشان كده احنا فكرنا ان احنا نطلع بقانون ده واللي هو بيواجه سوق العقارات جدا. في العقارات والوحدات المؤجرة ايجار قديم بتمثل جزء كبير من سوق العقارات في مصر. طبعا بعض الاحصاءات قالت ان عدد الوحدات اللي متاخده قانون ايجار قديم حوالي 6 مليون وحده، وفي احصاءات اخرى قالت ان تقريبا عدد الوحدات ايجار قانون قديم بتتعدى 10 مليون وحده وتتضمن من جواها الوحدات التجاريه والوحدات السكنيه. طيب احنا ليه بنطرح الموضوع ده؟ لان الموضوع ببساطه في ناس، ودي ناس انا عارفاها بنفسي، عايشين في شقق تقريبا بتسوى فوق ال 30 مليون وبيدفعوا ايجار شهري حوالي 38 جنيه. وغيره طبعا، يعني احنا بنتكلم في المهندسين، بنتكلم في جاردن سيتي، بنتكلم في مصر الجديده، كلها اماكن فيها قانون ايجار قديم وناس عايشه في شقق باهظه الثمن وبيدفعوا ملايين. وفي المقابل في اماكن ثانيه بسيطه جدا، ناس عايشه برضو في شقق او غرفه، وناس برضو اعرفهم، زي ما اعرف الناس اللي عايشه في شقق فوق ال 30 مليون اعرف الناس الثانيه اللي هي عايشه في اوضه وبيدفعوا حوالي 8 جنيه ايجار قديم، وفي منهم اللي بيدفع ربع جنيه ايجار قانون قديم. طيب احنا ليه بنذكر الجزء ده؟ الجزء ده احنا بنذكره لان في ناس عندها عقارات، عندها شقق بملايين، عندها بيوت لو في مناطق شعبيه او مناطق بسيطه عندها بيوت، لكن للاسف ممكن يكونوا ما عندهمش فلوس يصرفوا. في من بعض الحالات اللي جات لي على الصفحه ان حد عنده شقق بملايين وما عندهوش ثمن عمليه جراحيه المفروض بنته تعملها، ونازل بيستلف، ولما راح يتكلم معاهم طب ادفعوا اي جزء من عندكم، حاسس ان هو بيشحت.